أهلا وسهلا. جيت بوقت مو مناسب شي؟ لا شو هالحكي، أهلا وسهلا، تفضلي فوتي. أهلا وسهلا فيكي، انبسطت بشوفتك، منيح اللي اجيتي تزوريني، أنا بعلق لك إياه، تفضلي من هون حبيبتي، تفضلي قعدي ارتاحي. أهلا وسهلا، طمنيني شو الأخبار؟ كيف بدها تكون أخباري يا ست إيمان؟ آخر مصايبه لزوجي قلع ابني من البيت. خلص لا تبكي، إن شاء الله محلولة. زوجي مستحيل يتغير للأحسن، أنا مشغول بالي على ابني، ما رح يخليه يدرس، مع أنه أنا بدي إياه يدرس وينجح ويصير له اسم كبير بالبلد. هو وطالع بيقلي ابعت خبر لابني أنه ما يرجع مرة تانية. شو هالأبهات؟ شو بدي أعمل يا ست إيمان؟ طولي بالك حبيبتي ولا تزعلي، بتهون بتهون، طولي بالك كله بيهون إن شاء الله. اليوم رح ندرس أنا وياك مشان فحص بكرة. أنا رايحة البيت. تعال عندي بالأول وبعدين بتروح عبيتك. لا اتركني روح. تعال يا سليم، بقل لأمي تعملنا قرص مناكله ومنقعد ندرس، شو رأيك؟ خلص ماشي. بصراحة أنا أجيت لعندك اليوم مشان أتشكرك لأنك فتحتي باب بيتك لأبني واستقبلتيه عندك. مو عيب تحكي هالحكي، ما عملت شي لتشكريني، أنا بعتبر سليم مثل ابني وبابنا مفتوح أيمت ما حب. ليكن رجعوا من المدرسة؟ معقول يكون سليم راجع معه؟ أكيد. أمي أنت شو عم تعملي هون؟ ناطرتك لترجع يا روحي. أهلا وسهلا حبيبي، يعطيكم العافية يا شباب. قال لي مراد إجي لعنده مشان ندرس وبعدين بروح. بكرة في عنا فحص أدب تركي، قلت بنقعد لندرس أنا وسليم سوا. دروس يا حبيبي، دروس ونجاح يا روحي. أمك بدها إياك تكمل دراستك يا سليم. أمي هيك بدها، بس أبي ما رح يهمنا اللي بيقوله أبوك، إذا أنت حابب تدرس أنا موافقة. اوف، حياتي كلها ما درست فترة طويلة مثل اليوم. لازم هيك تضل عم تدرس من اليوم ورايح. ما كنت عارفان انه امي حابة انه ادرس، مشان هيك رح صير ادرس اكتر من قبل. انا كتير مبسوط بهالقرار تبعك. تأخر الوقت، انا صار لازم روح على البيت. بدك تروح عن جد؟ اكيد بدي روح. طب بلكي ابوك رجع عمل لك شي. انا تعودت يا مراد، ما رح اقضي حياتي قاعد عندك مشان ابي ما يضربني. سليم رجع. شو صار؟ شو عمو الشرطي قلعوا لابنك؟ إن شاء الله يكون هالمرة تعلم إنه ما يشتكي على أبوه. شو رجع عقلك لراسك مرة تانية؟ ناوي ترجع تبلغ عني للشرطة؟ يلا روح اقعد بالغرفة، كل ما اشوفك بيصير دمي يفور ويغلي. يا امي انا رايح ادرس. برافو حبيبي برافو. ميشيل 4، مصطفى 5، هارون 3، مينا 4، مراد 5، نور 2، ألين 4، باقي طالب واحد ما قلت لكم علامته، وأنا أصلاً تركت علامته لآخر واحد.
لأنه ورقته هي أكتر ورقة فاجأتني بيناتكم. مين هاد يا ترى؟ أكيد كبكتي. علامته ما بتتغير، دائما بياخذ واحد. هلا رح لكم العلامه اللي فاجأتني. سليم 5. اوه جايب العلامه التامه. قولوا لي كيف جاب العلامه؟ اكيد جاب العلامه. ما بتعرف يعني بيضل بغش. اكيد أمي شوفي عرفت هاد وهاد كمان والتنتين الباقيين وأخذت 5. برافو يا ابني. مينا 4، إيلين 5، أورهان 4، سليم 5. أكيد بعمها شلامي ستة. حتى به المادة جايب العلامة التامة. ومعقول شو جد في شي غريب عمي ستة على التامة بين عمي حرامي وشاش كمان. برافو عليك، عن جد برافو يا سليم أنك نجحت. شكرا كتير لك يا معلمتي. أنا اليوم كتير مبسوط يا أمي. شو هاي أول مرة بتاخد الجلاء بحياتك؟ ليش هالقد مبسوط؟ تعا شوف ابنك كتير مبسوط بالجلاء. وفوق هالشي رح يجي تقرير علاماتك كله ممتاز. بس أنا ماني مبسوط مشاني يا بابا، أنا مبسوط مشان رفيقي سليم. الامتحانات يلي قدمها كانت كتير ممتازة، لهيك مو مصدق إمتى شوف جلاءه. يا حبيبي ما في أطيب من قلبك. تفضل جلائك سليم. بتشارتوا انه راسب؟ تفضل جلائك سليم. يا سلام شوفوا شو مبسوط بالنتيجة تبعه. برافو عليك يا فيا. انا بجيب النتيجة رحت لك من قلبي. برافو لازم تضلك هيك. تسمحي لي روح على البيت من هلأ يا معلمتي؟ بدي ورجي جلائي لأمي بتكون ناطرتني. ايه إذا هيك روح، بس ليك ورجيها الجلاء ورجع مشان تلحق تحية العلم. حاضر. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.